كيف تتذكروا من المرة الماضية فرجيتكم إياه؟ هاي عنا رح تشوفوا أو رح تلاحظوا هذا لوغاريتميك وهذا هون لوغاريتميك. عادة الاصطلاح إنه نحط الزمن هناك والكرنت هون. هلا إذا بدك بإمكانك تعرف هذا الخط إنه واحد بايريتد، إذا بدك حتى تعمل نورماليزيشن ممكن تقول نورماليزيشن. فإذا هاي البريكر 10 أمبير تضرب كل شيء في 10، وإذا هي 100 مثلا تضرب كل شيء في 100، أو بتاخذها زي ما هي، هي 10. هلا الكرنت هون هي عبارة عن 15 مش هيك؟ 15. فهذا هو الخط تبع ال 15، هو الريتنج تبع هاي البريكر. المفروض هذا الخط ما يلتقي فيه إلا عند انفينيتي، انفينيت تايم. هي الثيرمال، وبعدين عندي الماجنتيك هون. هلا الماجنتيك بتراوح هون عماله بعطيني تقريبا زمن فصل حوالي 40 ملي سكند. 40 ملي سكند مهم، رقم مهم في الكهرباء، اللي بيعملوا التمديدات الكهربائيه والهاي والحسابات بهمه يقول انه انا قدرت افصل الدائره في 40 ملي سكند، لانه في خطر على حياه الناس اذا صار شورت سيركت او صار مشكله لهاي. هذا الرقم مهم بتكرر كثير، 40 ملي سكند، بيعتمد طبعا على الدائره الموجوده هون. هي الفيوز، الفيوز بتشوفه بيشبه الى حد ما بيشبه الثيرمال كاركترستكس اللي موجوده هناك، وهذول زي ما حكيت هذول الاثنين لوج سيركت.